صادق مجلس جهة الداخلة وادي الدهب على نظامه الداخلي، كما ندد المجلس بقرار محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحرية الموقعتين مع المغرب. المجلس وخلال الأيام المقبلة سينكب على الملفات ذات الأولوية بالجهة، على اعتبار أن عمل هذا المجلس مندمج وتشاركي، ويسعى لأن يكون عند طموحات ساكنة جهة الداخلة وادي الدهب. ختام الجلسة رفعت برقية ولاء وإخلاص إلى السودة العالية بالله.